لا ما عندك مشكلة راح. الاشياء اللي يسويها عاده لما يكون بالحالي ما تكون جنبي سياره وما يكون جنبي حصان. الفكره باختصار مرتبطه بالسرعه والاتجاه، بس حركات اسويها قد وضحتها بعض المقاطع، بس ما اسويها بكثره مقاطع الركوب، عاده مسار وخاب وهذا بس. وبوضح الاشياء اللي اسويها لما اكون بالحالي. واحده منها وانا واقف لفه كامله يسار بس عكسيه، لفه يسار عن طريق جمع اليمين. انا وانا واقف اجمع اليمين جمع واخلي الحصان يرضي اليد عن طريق الكوبه الداخليه او الخارجيه. لما اوقف اخليه يطير خطوتين ورا ثلاث اربع حسب الحصان، لما اوقف ونفس الفكره بالجهه اليسرى لفه كامله بالجهه الخارجيه. طبعا الجهه الخارجيه اذا كان جاهز الحصان، الحصان مو بجاهز لفه زي اللفه دي بس لفه عاديه. ثم نفس الفكره ارجع ورا، احب انهي اي شيء اسويه برجعه، فرجعه ثم لفه ثم رجعه ثم لفه ثانيه الجهه المقابله ثم لفه، يعني كثر اللفات بعد كل شيء. من يوم الحصان يرضيك باللفة أو الرجعة كافية، ومن ضمن المكافأة التوقف عن فعل الأمر. يعني أمرت بالرجوع أنا أعطاني هذه الخطوات أربعة خمس ست إلى آخره، أكافئ ما أخذ حقي كله. أفرض مثلا من حقي أخذ عشر خطوات أخذ خطوتين بس، فأكافئ في النقاط هذه. إيه النقطة الثانية لما يكون عندي جدار أو سيارة أو شيء معين أستغله في اللفات، فاحرك جهه شيء مخيف او قصدي شيء يسار ثابت، ثم الفه عكس وبيني وبين الجدار زي كذا، ثم احرك قدام، ثم الف يمين وعندي جدار، ثم احرك قدام. الفكره هنا وش هو؟ يعني ما احب اكثر في النقطه دي عشان ما تخلي الحصان يسبك، لكن الفكره ابغى احسن الحصان انك لما تلف وقدامك شيء، مثلا بلف يمين وقدامك جدار، صار ايش يسوي؟ يحاول يسبك في اللفه، يسبك قبلك. ابغى احسن انك حتى لما تسبك ترى حك الجدار يشجع على اللفه قبلك، فابغى اعلم الحصان ترى لو حاولت بكره تلف قبلي ترى اسبك، او بالاحرى اني معك. هذا يخلي الحصان حتى لما يسبك ما يستغرب ان يدك معه، ما يتفاجئ. فالف باتجاه شيء معين ثابت، سياره، جدار، قشعه الى اخره، شيء قوي يعني الحصان ما راح يسلمه، فبيلف قبله. ثم اسوي يمين، يسار يمين، ليش كل شيء يمين يسار؟ الحصان زي ما قلنا يفصل بجانبين، جانب ايسر جانب ايمن. اذا كان الحصان من النوع اللي يعرف المشي على جنب اسويها برضه عند الجدار، زي حصان اصفر. خليه يواجه الجدار وامشيه على جنب والجدار قدامه، بحيث انه لو مشى قدام صدم الجدار، عشان احس اني اقدر امشيك على جنب وما راح ترجع ورا وما راح تمشي قدام، تمشي على جنب. صار طبعا ممتاز المشي على جنب بالشكل ده توه، الى الان ما وصل عليه. النقطه اللي بعدها المشي على جنب وانت ماشي. ابغى اقرب من السياره على جنب بالشكل هذا، ثم ابعد عنها بها جنب، يعني اروح يسار عن طريق جر اليمين، ثم اروح يمين عن طريق جر اليسار. الا اقول طبعا اقدر اسويها بالجدار عن طريق بعض الخيل، لكن اصلا زي كذا تو ما بعد جهاز لا. فالفكره من المشي على جنب وشي؟ انه باختصار الحصان استطيع لفه بالجهه العكسيه، ما يعني متحكم بالتوازن تماما. هذه من اهم نقاط التحكم بالاتجاه. ثم اذا جهزت له الحصان اسوي نفس الحركه بس من الوقوف. لاحظ انا واقف اعطيه امر المشي على جنب ثم اعطيه امر المشي قدام. المشي على جنب انطلق من خلال المشي على جنب، مرة ثانية أوقف أعطيه أمر المشي على جنب ثم أحرك قدام. فيمشي على جنب وقدام نفس الوقت. طبعا هي زي نفس الفكرة، أسويها وأنا واقف، أسويها وأنا ماشي، أسويها على الجدار، بس حسب الحصان. حصاني مرة مثلا عارف مثلا حصاني حمداني عارفها بكل كل الوضعيات، سواء في الجود، سواء عند الجدار أو عند أشياء ثابتة، أو وأنت ماشي وأنت تخب وأنت تهجم، الوضعيات اللي يعني متحرك حصان فيها. لكن الفكره بشكل عام عن المشي على جنب هي ان يتحكم بالرقبه المضاده. يعني ماشي حصان ونمر كذا اتحكم به او العكس. ما الغرض منها؟ التحكم باعصاب وتوازن الحصان، ولو فعلت الشيء ذا بالفعل تحكمت بالحصان عند الخوف او عند الاختلاف مستقبلا. نعم صار. الشمس مضبوطه، تكشف لك تحت لا شك. يعني الحين هذا الحصان تحكم بشكل هذه حياته مثل الاشياء. طلع طاقة، طلع طاقة، طلع طاقة. وأنا هدف
جمع السروع اليمين، لاحظ من واحدة اثنتين. الآن وقفت عن الكعبة، وهو من أهم النقاط، لما يرجع لازم يعرف إني أقدر أوقفه عن الرجوع عشان ما يستغل الرجوع عليه، يسميه كاع الريوس. أدق الريوس عن طريق جمع اليسار، خطوتين ثلاثة حسب الإقصاء. أوقف أدق الريوس عادي عن طريق يدين. ثم بالنسبة للحصان المتقدم اللي جاهز للريوس، هذا أول مرة جاهز، لكن اللي جاهز له شو أسوي؟ زي حقك كان سيف الجول، أرجعه وأوجهه أثناء الترجيع. فعلا رجع لورا اثناء ترجيعه وجه يسار، ثم اثناء ترجيعه وجه يمين. حس اني متحكم فيها، اذا جهزها مع الوقت اصير اخذ دوره، وانا راجع دوره يمين كامله، وانا راجع دوره يسار كامله. يعني باختصار كل الاشياء اللي كنت اسويها في الجول اسويها في الركوب. اذا وصل الحصان للمرحله اللي يسويها بس في الركوب، زي وضع حمداني حصاني الاصفر، ما عاد افزيه في الجول خلاص. صار الحصان كل شيء تسويه في الجول تسويه في الركوب، ما عاد له معنى تسويه في الجول. الحالي طبعا تو، بس عادة الخيل مرة متقدمة اسوي كل شيء فيه في الركوب، حتى التبويف الى اخره. فالفكرة تحكم بالسرعة والاتجاه بعدة اشكال، لست مطالب بشيء ثاني، انها بتواكب الثلاثة. بس ليش اسويها؟ كزيادة وزن. لكن لما تكون راكب جنب سيارة تصرف مع الشخص او شرح عام، ما اسويها لاني ماشي مع السيارة خلينا نقول. لكن لما اكون بالحالة اكثر الامور هذه، فلما اقول لاشخاص سووها وما تسويها اسويها. خاصة لما اكون بالحالة. لكن لو ما سويتها عادي، لان التزليق يعوض عنها. حير حير لما قلب راس من امسه
استمر مصور ها.